أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج عالم الطاقة ونناقش فيها. موجة الحر تصل إلى أسواق الطاقة، قفزة في استهلاك الكهرباء ومخاوف من نقص الإمدادات. رغم التراجع الكبير في أسعار الغاز تجدد تحذيرات من عودة أزمة الطاقة في أوروبا. موجة الحر التي تجتاح مختلف أرجاء العالم تهدد بإشعال أسواق الطاقة التي بالكاد التقطت أنفاسها بعد الأزمة الأخيرة. دول التي كانت تستعد لتأمين إمدادات كافية من الطاقة لفصل الشتاء بات عليها الآن التعامل مع نمو الطلب على الكهرباء في فصل الصيف. استهلاك الكهرباء وصل بالفعل في مناطق عدة من الولايات المتحدة وأوروبا والصين إلى مستويات قياسية، لكن مع ذلك استطاعت شبكات الكهرباء حتى الآن التعامل مع هذا الطلب من دون تسجيل انقطاعات ضخمة. نمو قدرات الطاقة الشمسية ساعد بعض الدول في الاستفادة من الشمس الساطعة، حيث ارتفع توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية في إسبانيا مثلا بنسبة 20% مقارنة بصيف عام 2022. الأمر كذلك ينطبق على ولاية تكساس الأمريكية. بالتوازي مع ذلك، فإن هبوط الطلب على الكهرباء في القطاع الصناعي الأوروبي سيؤدي إلى تراجع استهلاك القارة من الكهرباء إلى أدنى مستوى في 20 عام، الأمر الذي يساعد في تلبية أي نمو في الطلب من قبل الأسر الأوروبية. لكن مع ذلك لا يزال الباب مفتوح على سيناريوهات مقلقة. مؤسسة موثوقية الطاقة في أمريكا الشمالية أشارت إلى أن ثلثي سكان أمريكا الشمالية معرضون لخطر نقص الكهرباء خلال فصل الصيف بسبب درجات الحرارة المرتفعة وأيضا زيادة الطلب على التبريد. هذا السيناريو، أي زيادة استهلاك الكهرباء، سينعكس وفق التوقعات على ارتفاع تكاليف الطاقة في الولايات المتحدة خلال الفترة من يونيو حتى أغسطس بنحو 12%، وهو ما يهدد بإشعال موجة تضخمية جديدة. أما الصين فيعني ذلك اعتماد أكبر على الفحم من جديد خلال الشهر الماضي. قفز توليد الكهرباء عبر الفحم في الصين بنحو 14% مقارنة مع شهر يونيو من عام 2022. إذن قد يكون من المبكر الحكم على تأثير فصل الصيف في أسواق الطاقة، لكن ما من شك في أن أي قفزة كبيرة في الاستهلاك قد تخلط الأوراق هذه الأسواق قبل فصل الشتاء المقبل. وللحديث معي الباحث في استراتيجيات الطاقة أستاذ نايف الدندني، ومن برلين الخبير في أسواق الطاقة توماس أودونيل. أرحب بكما ضيفي، وسأبدأ معك أستاذ نايف. تعودنا مؤخرا أن ينصب التركيز في أسواق الطاقة وتحديدا الكهرباء والغاز على فصل الشتاء، لكن اليوم هناك قفزة كبيرة في الاستهلاك خلال فصل الصيف. إلى أي حد برأيك هذا قد يؤثر على المشهد العام في أسواق الطاقة وأيضا معادلة العرض والطلب؟ الحقيقة هذا تذكير باحتياجنا لكل مصادر الطاقة ولكل مصادر الطاقة في كل المواسم. الحقيقة احنا كنا نقول دائما أننا سنحتاج المزيد من مصادر الطاقة
بغض النظر عن الفصول، الحقيقة ما موجة الحر الشديد التي حصلت هذا العام إلى مستويات قياسية، ما حصل العام الماضي والعام الذي قبله في موضوع نقص الغاز في الشتاء خصوصا بالقارة الأوروبية، يؤكد الاحتياج المستمر والنمو المتنامي على الطلب في مصادر الطاقة. الحقيقة هذا يضعنا مرة أخرى أمام تحديات أننا نحتاج إلى المزيد من الطاقة، وأن الاستغناء عن أي مصدر من مصادر الطاقة أو التقليل من معدلات الاستثمار في أي مصدر من مصادر الطاقة قد يشكل خطورة كبرى على استدامة مصادر الطاقة. سيد توماس البعض يرى أن تنامي قدرات الطاقة الشمسية يساهم في تلبية زيادة الطلب خلال الصيف، لكن في ظل القدرات الحالية إلى أي حد برأيك سيكون ذلك كافي؟ Well, thank you for having me شكرا today. جزيلا على استضافتي معكم Well, اليوم. you know, right now the storage has been building كما up quite تعلمين well. كانت المخزونات ترتفع كثيرا، ولكن المشكلة إلى أن ذلك سيتباطأ، وذلك سيتطلب استخدام الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء والاستخدام المكيفات، وكل ما يعيقنا عن الغاز الطبيعي الذي سيدخل إلى المخزونات أو الذي قد يدخل إلى الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى أزمة خلال فصل الشتاء. ولكن المهم هنا التركيز على ماذا حصل خلال الشتاء. العام المنصرم كان الشتاء معتدلا جدا وكنا محظوظون بذلك، ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف ومع شتاء بارد جدا، فالمشكلة إلى هنا هذه السنة ما من مخزونات او امدادات ستاتي من روسيا، فيما ان العام المنصرم حتى فصل الصيف وحتى بدايه الخريف كان نصل على بعض الامدادات من روسيا. بالتالي سنخسر كل هذه الامدادات من منشأ روسي، وسيكون من الصعب علينا تخطي الشتاء. انا لا اتكلم عن نفس ولكن عن ارتفاع الاسعار، وهذا امر ما يقلقنا فيما يتعلق باسعار الغاز الطبيعي. سيد نايف، إلى حد الآن لم نشاهد قفزات في أسعار الكهرباء في الولايات المتحدة أو أوروبا رغم ارتفاع الطلب، ما سبب برأيك وهل ممكن أننا سنتابع قفزات سعرية في المدى القصير؟ الحقيقة الأفرج في الولايات المتحدة كان هناك ارتفاع، ولكنه ارتفاع طفيء في معدل الأسعار، ولكن ما خدم الحقيقة احنا في موسم الصيف الريني وبلو الطاقة الشمسية ساهمت مساهمة كبيرة في موضوع الطاقة البديلة والطاقة المتجددة التي أسعفت مناطق عدة سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة، مما ساهم في عدم ارتفاع الأسعار. مساهمة الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية كمصدر خصوصا في فصل الصيف ساعد من تخفيف الضغط على الأسعار على مصادر الطاقة الأخرى أيضا في كلا القارتين سواء أمريكا الشمالية أو أوروبا. سيد أدنيل، رغم الحديث الإيجابي عن الطاقة المتجددة، لكن دول مثل الهند الصين مضطرة لاستخدام الفحم بشكل أكبر في مثل هذه الحالات، هل برأيك يعني أن هناك مبالغة في تعظيم دور الطاقة المتجددة في الوقت الحالي؟ Well, you know, you're absolutely right. Both India and especially China كانت تعتمدان أكثر على الفحم، وحسب ما فهمت أن ما يحصل في الصين as we know, وكما نعلم جميعا من حول العالم كانت هناك موجات الجفاف لفترة طويلة، ونعرف أن الصين تملك الكثير من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، ولكن انخفض الإنتاج في هذه المحطات بسبب الجفاف، بالتالي كان عليها أن تستخدم الفحم. والأمر صحيح أيضا في الهند، ولكن حتى في ألمانيا
وللأسف it's sort of a renewables fundamentalism is what I call it. هناك تشديد كثير على استخدام الطاقة البديلة أو المتجددة وطاقة الرياح والشمسية، ومن ذلك تم تدمير أكثر من 17 محطة نووية وهي كانت تشكل ثلثي القدرة الإنتاجية لقوة الرياح. بالتالي كان عليهم استخدام الفحم أيضا، ليس فقط لاستبدال الإمدادات الروسية ولكن أيضا بسبب هذا الخطأ الذي أشوفه. زميلي في رياض محق فيما ذكره، الطاقة الشمسية تساعد كثيرا خلال هذه الفترة من ارتفاع درجات الحرارة من حول العالم، ولكن مشكلة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هي أنه لا يمكن الاعتماد عليها، فقد تتغير الظروف الطبيعية، ولتحسين استخدامها سيكون عبر الاعتماد على الغاز الطبيعي، وبالتالي الاعتماد على الغاز الطبيعي لن ينتهي قريبا. أود أن أضيف شيئا على ذلك. نعرف أن أسعار الغاز الطبيعي من حول العالم لا تزال منخفضة، ولا سيما أنه تم تخفيض الإنتاج الصناعي في أوروبا، ويبدو أن هناك أيضا نوع من الركود في الصناعات في ألمانيا. حتى في الصين نعرف أنها لم تتمكن من تتعافى من سنوات انتشار جائحة كورونا، أو على الأقل ليس بالطريقة التي توقعها المحللون الطاقي. الطلب ليس مرتفعا جميعا، مما يسهم في إبقاء أسعار الغاز الطبيعي منخفضة. إذن هناك نوع من هذا العامل في هذا الموضوع. سيد نايف، فيما يتعلق بأوروبا، وكالة الطاقة توقعت مؤخرا هبوط الطلب على الكهرباء خلال 2023 لأدنى مستوى في 20 عام. هل برأيك لا تزال هذه التوقعات صالحة بعد الارتفاع الكبير الذي تبعناه في درجة الحرارة وتزايد الطلب على الكهرباء في الوقت الحالي؟ الحقيقة هذا يذكرنا ببعض التقارير اللي خرجت في الموسم 2021، لما كان بعض التقارير تشير إلى أنه لن تكون أزمة غاز في أوروبا بسبب نقص الغاز الآتي من روسيا، والحقيقة كان الموضوع حرج في أوروبا. هذه التقارير واجهت الكثير من المصداقية فيما يتعلق في دقتها. أخشى ما أخشاه الحقيقة في ظل تنامي الطلب على الكهرباء أن بعض التقارير قد تكون هناك لديها ثغرات في دقتها. السبب أننا نرى الآن يعني معدل متنامي على الطلب، خصوصا موجة الحر الشديدة التي نواجهها. احنا نرى ارتفاع في استهلاك الكهرباء في أوروبا، في أمريكا الشمالية، حول العالم بالمجمل، وبالتالي الانخفاض في استخدام الكهرباء أعتقد أنه لا يتواكب ولا يتوائم مع ما نشاهده على أرض الواقع، خصوصا إذا كانت تحديدا الحديث عن أوروبا. مثل ما ذكرت، واجهنا الحقيقة تحديات كبيرة في مثل هذه التقارير، عندما كان يشار إلى أنه لدينا غاز بما يكفي في أوروبا، ولكن ظهر الحقيقة عكس ذلك في الأعوام السابقة. نعم، ابقي معي ضيفي، سوف نأخذ هذا الفاصل ونعود لاستكمال ملفاتنا في عالم الطاقة. إذن بعد الفاصل مشاهدينا، بعد إنهاء اتفاق تصدير الحبوب، هل تلجأ موسكو إلى استخدام ورقة الغاز الطبيعي؟ الارتياح الذي سد أوروبا بعد تجاوز الجزء الأصعب من أزمة الطاقة قد لا يستمر طويلاً. وكالة الطاقة عادت لتحذر القارة من أن الأزمة لم تنتهي بعد، وأن الشتاء المقبل لا يزال مفتوح على كافة الاحتمالات. الخطر الأكبر من وجهة نظر الوكالة يرتبط بما تبقى من إمدادات الغاز الروسية التي لا تزال تجد طريقها إلى أوروبا، وتشكل حتى هذه اللحظة نحو 10% من واردات أوروبا من الغاز الطبيعي. بحسب وكالة الطاقة، فإن مخزونات الغاز الأوروبية التي تتجاوز حاليا مستويات 80% لن تكون كافية للحيلولة دون تفاقم الأزمة، ولا سيما إذا ما تزامن ذلك مع نقص بإمدادات الغاز المسال في الأسواق العالمية. المقلق هنا أن هذه التحذيرات تأتي حتى مع تراجع استهلاك الغاز في دول التكتل بأكثر من 20% منذ بداية العام، أي أن ارتفاع الاستهلاك من جديد سيزيد من احتمالية مثل هذا السيناريو.
الصين تعقد المشهد أكثر على أوروبا مع توجه بكين نحو إبرام صفقات لشراء الغاز بعقود طويلة أكثر من أي دولة أخرى، مع احتفاظها بصدارة قائمة مستوردي الغاز المسال في العالم. هولندا هي الأخرى صبت الزيت على النار بعد أن أعلنت نيتها إيقاف الإنتاج في أكبر حقل للغاز الطبيعي في أوروبا خلال أكتوبر المقبل بسبب الأنشطة الزلزالية، مما يحرم القارة العجوز من مصدر مهم للغاز. لكن على الجانب الآخر، ربما يكون من المبالغة الحديث عن تكرار أزمة الطاقة نظرا لأن الأسعار ورغم الارتفاعات الأخيرة لا تزال أقل بنحو 88% من أعلى مستوى سجلته في أغسطس الماضي. إذن لا توحي الظروف الحالية في أوروبا على أنها على أبواب أزمة الطاقة، لكن السنوات الأخيرة أثبتت أن الظروف في أسواق الطاقة قد تنقلب بين ليلة وضحاها. أعود للحديث مع ضيفي الباحث في استراتيجية الطاقة نايف الدندني وأيضا الأستاذ توماس أودونيل. سوف أوجه السؤال لك أستاذ توماس من برلين. من جديد تعود وكالة الطاقة للتحذير من تجدد أزمة الطاقة وتحديدا أزمة نقص الغاز في أوروبا خلال فصل الشتاء. هل برأيك أوروبا لا تزال عرضة لهذه الأزمة؟ Yes, that's a very good question. And نعم هذا سؤال جيد really جدا important question. وهذا yes, هو السؤال absolutely. الأهم. نعم and بالطبع I think political leaders in Europe سيكون هناك نقص في الشتاء وعلى متخذي القرارات في أوروبا أن يدركوا أنه من جانب الروس لم يتوقعوا أبدا ماذا حصل حين احتلوا أوكرانيا، واعتقدوا أن حين فرض ممارسة الضغوط بسبب تخفيض الإنتاج الغاز لن يعارضوا تدخل European Union بل هذا ما لم يحصل. قرر الاتحاد الأوروبي في خطة استعادة القوة في الاتحاد الأوروبي بعد بداية الحرب أنهم في عام 2022 سيبدأون بتخفيض الاعتماد على الإمدادات الغاز الروسية بثلثي الكمية. تمكنا من تخطي فصل الشتاء لأن الإمدادات بالغاز الطبيعي المسال أتت بسرعة وكان هذا شتاء معتدلا. قد يكون الشتاء المقبل غير معتدل. وكما تذكرون العام المنصرم الغاز من روسيا استمر بالتدفق وتدريجيا بدا الروس بتخفيض الامدادات للغاز وبدا بالتدفق الى سبتمبر من العام المنصرم. وحتى الان توجد بعض الامدادات من هذا الغاز التي تاتي من روسيا عبر اوكرانيا او البحر الاسود وتركيا وصولا الى اوروبا. قد يتم قطع هذه الامدادات قريبا، مما يعني انه مع بدايه فصل الشتاء لن نتمكن من الحصول على الكثير من المسكونات، وفي حال كان الشتاء باردا ستكون هذه مشكلة وستمتد هذه المشكلة لسنوات مديدة. فما يوجد غاز على الأسواق العالمية بشكل كاف ولا سيما من الغاز الطبيعي المسال لاستبدال كل الامدادات الروسية التي كانت تأتي إلى أوروبا. وأعتقد أن الأمر سيستغرق حتى عام 2027 حتى يتمكن الولايات المتحدة بالإضافة إلى قطر من العمل معنا، وذلك لزيادة
الإنتاج الغاز الطبيعي المسال، وقد يكون هناك نوع من الأمن للطاقة في هذه الحالة بدون أن يعود الإمدادات الروسية إلى أوروبا. إذا كان نواجه هذه المشكلة كل عام حتى 2027. أنا أشكر لك كل هذه التوضيحات من برلين، الخبير في أسواق الطاقة أستاذ توماس أودونيل، شكرا جزيلا لك. سأواصل مع ضيفي من الخبر أستاذ نايف. وكالة الطاقة ربطت أزمة الغاز المحتملة في أوروبا بتوقف ما تبقى من إمدادات الغاز الروسية التي تشكل 10% من واردات أوروبا حاليا. برأيك هل ممكن أن تقدم موسكو على مثل هذه الخطوة؟ الحقيقة الاحتمالات واردة. احنا الآن في موضوع في ما يتعلق ما بين روسيا وأوكرانيا والصراع الدائر الآن، لا نعلم أين يتجه، وبعض القرارات نحن نعرف أن الاقتصاد دخل في عمق السياسة وفي صلب الحرب الدائرة حاليا، سواء في موضوع الطاقة أو في موضوع بقية أوجه الاقتصاد بما فيها العلاقات المالية. لكن أنا أؤيد ما ذهب إليه الضيف الكريم من برلين لما ذكر أنه أوروبا كانت محظوظة الحقيقة العام الماضي باعتدال درجة الحرارة في الشتاء، وإلا أعتقد كنا نواجه أزمة طاقة أخرى في القارة الأوروبية. المخزونات الآن نعم في موقف جيد، ولكنه الآن هي الأبطأ في نمو المخزونات في آخر 10 سنوات إذا أخذنا الأفرج يعني. فالملء المخزونات الآن الأوروبية بطيء نسبيا، وقد يسعفهم إلى ملء المخزونات إلى المستويات التي تتطلبها مستويات المخزونات في أكتوبر الماضي، ولكن لا زالت الحقيقة هناك خطر في أوروبا في نقص في الغاز أو ارتفاع في الأسعار إذا لم تأتي بالمصادر التي أمنتها في السابق، أو حدث نقص الحقيقة يمنعها من الوصول إلى المعدل في أكتوبر القادم. لكن أستاذ نايف، هناك مخاوف متزايدة من تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وبالتالي تباطؤ الطلب على الطاقة، فلماذا هذا الخوف من نقص إمدادات الغاز المسال بسبب الصين؟ الحقيقة الصين لا تقف، لا يعني لم تتوقف من استيراد مصادر الطاقة رغم ضعف الاقتصاد الصيني. الكثير يردد أنه الصين تتباطأ اقتصاديا وبالتالي الطلب لا يتنامى. إذا كنا مثلا إذا أخذنا مثال على النفط الحقيقة وصل إلى مستويات يعني أعلى من العام الماضي في ظل التباطؤ الصيني، وصل إلى 14% نمو في الاستيراد من النفط. الصين لا تقف أو لا تتوقف عن استيراد مصادر الطاقة حتى مع نمو التباطؤ الاقتصادي، والسبب هو أنه مصادر الطاقة تستخدمها في ملء مخزوناتها، وهي دائما يعني تختار الأوقات التي يكون فيها الأسعار متدنية حتى تملأ المخزونات. فالطلب من الصين بحقيقة كاستيراد لم يتأثر كثيرا، وبالذات على موضوع النفط إذا أخذناه كسبيل على سبيل المثال. وبالتالي الغاز أنا أظن أنه سيمر بنفس الفترة، ولن تتوقف الصين رغم التباطؤ الاقتصادي الحاصل لديهم اللي ما هو يعني إلى الآن في ضبابية عالية. إحنا نقول تباطؤ اقتصادي قوي في الصين، ولكنه بطء في نمو الاقتصاد. نعم. وبرأيك ما هو السيناريو الأكثر ترجيح بنظرك خلال فصل الشتاء القادم بالنسبة لأوروبا؟ أنا أظن أنه هم الآن في الوقت الحالي ليسوا في موقع حرج جدا. مثل ما ذكرت ملء المخزونات بطيء، إذا أخذنا الأفرج من الآخر 10 سنوات الماضية هو الأبطأ الآن، ولكنهم ليسوا بعيدين عن المخزونات في أكتوبر. لا يجب أن يكون عندهم مخزونات كافية في أكتوبر القادم وهو موعد بدء الشتاء.
لكن لا نعلم مدى درجة الحرارة المتوقعة في الشتاء القادم، لأنه في العام الماضي درجات الحرارة المتوقعة عكست اتجاهها وكانت معتدلة جدا، وبالتالي أسعفت القارة الأوروبية. في إمدادات، بما يتعلق بإمدادات الغاز، نعرف أن العام الماضي الولايات المتحدة أسهمت بشكل كبير في إنقاذ الموقف بالنسبة للأوروبيين، والغاز المسال توجه إلى أوروبا. أظن أنه لا يوجد موقف حرج إلا إذا حدثت يعني تدني في درجات الحرارة أو نقص حاد في أحد المصادر التي تأتي لأوروبا. أنا أشكر لك كل هذه التوضيحات، وأيضا تواجدك معنا أستاذ نايف دندني الباحث في استراتيجية الطاقة، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل مشاهدينا لختام هذه الحلقة من برنامج عالم الطاقة، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.